ميتيو 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 أحوال الطقس على الحياة الفام. مرحبا بكم في نشرة جوية الخاصة براديو الحياة فام. طقسنا اليوم الاثنين 17 مايو أجواء مغيمة جزئية في أغلب مناطق بلادنا، مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة بالمناطق الغربية للبلاد. درجة الحرارة اليوم باش تعرف تراجع طفيف، واللي باش تكون ب 37 درجة بالشمال والوسط وتوصل 42 درجة بالجنوب. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، سرعة الريح اليوم باش تكون بين 10 و20 عقدة بالسواحل الشمالية وبين 15 و25 عقدة في بقية السواحل. البحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب إلى قليل الاضطراب في بقية مجالاتنا البحرية. نمشيو محليا، وين درجة الحرارة المتوقعة بالنسبة اليوم باش تكون في الشراردة، بوحجلة، نصرالة ومنزل المهيري في حدود 23 إلى 39 درجة. في حاجب العيون، حفوز والعلي بين 23 و 38 درجة، في السبيخة بين 22 و 37 درجة، في الشبيكة بين 18 و 30 درجة، والسماء صافية. الوسطية وعين جلولة درجة الحرارة اليوم باش تتراوح بين 22 و 36 درجة، أما القيروان المدينة درجة الحرارة باش تتراوح بين 22 و 37 درجة. أوقات الصلاة بالنسبة اليوم باش تكون على النحو التالي: الصبح 3:22 دقيقة، الظهر نص نهار 23 دقيقة، العصر 4:08 دقائق، المغرب 7:26 دقيقة، والعشاء 9:11 دقيقة. وانتم كان فاتتكم نشرتنا تلقاوها على الفيس فيسبوك متاعنا الحياة فام. كانت معاكم أمل بارز، إن شاء الله نهاركم مزين وفي الأمان. ميتيو 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 أحوال الطقس على الحياة فام.